دكتور، ما هي اسباب الفشل الكلوي وكيف تحافظ على كليتك؟ هو الحقيقه اسباب الفشل الكلوي كتير جدا، وفي حاجات فيها كتير بتبقى بعيده عن دماغ الناس، لان هي في مشكله في الفشل الكلوي ان اغلب الحالات خصوصا المزمنه منها المرض بيجي بدون اعراض. يعني ناس كتير متخيله ان الفشل الكلوي ده يبقى لازم العيان بيجي جنبه بيوجعه وعليه اعراض معينه. عايز اقول لك ان ممكن يكون بدايه الفشل الكلوي ان البني ادم بيبقى عنده قيء، بيقعد يلف على الدكاتره بيعالجوه من مشكله في الامعاء، وفي الاخر يطلع فشل كلوي. بالتالي لازم ابقى اخد بالي من الاسباب العامه، لان في حاجات كتير فيها استخدام سيء من المرضى، اهمهم نمره واحد المسكنات. احنا بنشوف حالات كتير جدا بيبقى سنهم صغير، شباب وبنات كمان، بيبقى عندها مشكله في اسنانها، مشكله في العظم، مشكله وايا كان، فعايشه على المسكنات على طول عشان تخفف الالم. فالمسكنات دي مع الوقت بتعمل ضرر رهيب جدا في الكلى، تمام؟ ما بيبقاش فيه سبب غيره. الاسباب الاخرى طبعا ان اي انسان عنده حد في العيله عنده تاريخ مرضي للفشل الكلوي لازم بصفه منتظمه يبقى بيعمل فحص للكلى، يعني في بعض الامراض بتبقى وراثيه. فلازم مع استمرار حتى لو ما لهوش اعراض، مجرد ان عنده حد في العيله عنده فشل كلوي لازم يتابع الموضوع ده، خصوصا لو المرض من مشخص من الامراض الوراثيه. نمره ثلاثه، في بعض الامراض اللي مصاحب معاها لازم يبقى مرض كلى، الناس اللي عندها مرض ضغط والناس اللي عندها مرض سكر. مش شرط اللي عنده ضغط او سكر ان هو يجيله مرض الكلى، ولكن هو معرض لاصابه بالفشل الكلوي اكتر من اي حد تاني. فالناس دي لازم يبقى في متابعه دوريه لوظائف الكلى وحاجات تانيه على فكره غير الكلى، يعني اللي عنده ضغط والسكر لازم بيتابع قلب، بيتابع نظر، بيتابع حاجات كتير، بس الكلى منها اهم، خصوصا مرض السكر ومرض الضغط. يعني مرض السكر خصوصا من النوع الاول لازم يبتدي يتابع وظائف الكلى والبول بعد 5 سنين من تشخيصه بالمرض. اللي من نوع السكر النوع الثاني لازم مباشرة أول ما يتشخص بمرض السكر يبتدي يعمل تحليل وظائف الكلى وتحليل بول، لأن خصوصا السكر لما بيجي يصيب الكلى البداية ما بتبقاش بداية إصابة السكر للكلى، ما بتبقاش علو في وظائف الكلى، البداية بتبقى ظهور بروتين في البول، مجرد بداية، فلابد من متابعة تحليل البول. بالنسبة للضغط نفس القصة، لازم يتابع بصفة منتظمة أو بدورية وظائف الكلى وتحليل البول وأشعة على موجات صوتية على البطن والحوض. بجانب بقى اي مرض عام لازم يتابع الكلى، بس طبعا بيبقى على فترات اطول. يعني اللي عنده الكبد لازم يتابع الكلى، اللي عنده القلب لازم يتابع الكلى، اللي عنده اي مرض عام، لان الكلى ممكن تتاثر باي حاجه ثانيه، تمام؟ في بقى ناس خصوصا السن الكبير لازم يتجنب بصفه عامه الجفاف، يعني اللي عنده في حاجه بقى اسمها الفشل الكلوي. حد دي مش قصتي دلوقتي، انا بتكلم عن الفشل الكلوي المزمن، ولكن الناس اللي سنها كبير خصوصا بتاخد ادويه لاي سبب لازم تجنب تام الجفاف، بمعنى لو جاله دور اسهال، دور ترجيع، او ابتدى يعرق كتير نتيجه اي مجهود عضلي لازم يبتدي يشرب ميه كتير. يعني يحاول يتفادى تماما ان هو يخش في حاله الجفاف. يعني النجاح يقول لي اشرب ميه قد ايه، هي الاجابه ان هو ما يوصلش لدرجه العطش. وانس انه ما وصلش لدرجه العطش يبقى هو جسمه مش محتاج ميه. في بقى بعض الامراض الوراثيه اللي ممكن ما تكونش، يكون هو اول واحد حظه انها تبان في العيله، واشهرهم في مصر التكيسات اللي على الكلى. اخر حاجه اتكلم عليها وبرضه ناس بتعملها، الحصوات. الحصوات هو مرض نوعا ما ريليتد اكتر او ليه علاقه اكتر بجراحه المسالك البوليه، ولكن مع اهمال الحصوات بتسد مجرى البول وتعمل ضغط على الكلى، وده ممكن يؤدي مع الوقت الى ان الكلى يحصل فيها ضمور ومشاكل، وزيه برضو خصوصا في السيدات اللي هو تكرار التهاب البول، اللي هو بيبقى فيه صديد في البول بيتكرر كتير جدا، برضو لو اهملته من كتر ما هي اتعودت عليه مع الوقت ممكن هي البكتيريا دي توصل للكلى من فوق، من المثانه توصل للكلى فوق، وتبتدي تعمل التهابات في الكلى وضمور في الكلى، ده ممكن يؤدي الى فشل كلوي. شكرا جدا. شكرا جزيلا.